بآيات من القرآن الكريم أطلق مشروع غراس في طبعته 13 لتزويج 150 عريساً وتجهيز 200 عروسة، الذي سينطلق في 5 جويلية القادم، وتشرف عليه جمعية كافل اليتيم بالبليدة. اليوم في حفل انطلاق مشروع غراس 2017 الذي يهدف إلى تزويج 150 شاب راح يستفادوا من هذا المشروع، وتجهيز 200 فتاة يتيمة تستفاد من جهاز العروس. طبعا هذا المشروع هو بدعم من المحسنين، وكل شرائح المجتمع راح يتساهم في هذا المشروع. عمليات التحضير للحفل انطلقت بمأدبة عشاء لرجال أعمال منطقة المتيجة. لمينا هنا اليوم يعني في الحفل هذا، لمينا جميع المحسنين اللي كانوا عاونونا يعني في العام الماضي، وعرضنا ناس واحد اخرين ثاني باش نحفزوهم يعني باش يكونوا ثاني في يعني في العام هذا ان شاء الله حاضرين معنا. ساعدوهم اليتامى وبناوا بيوت الحلال وغرس كما قالوا هما، صح غرس وان شاء الله يثمر. كل عام وهكذا هما بخير وربي يدومها ان شاء الله، فرحوهم ربي يفرحهم ان شاء الله. مشروع غراس إذن بدأ صغيراً وأصبح كبيراً، واستطاع أن يجمع كافة المسؤولين تحت قبعة فعل الخير وإفراح المعوزين.